بونجور انا اسمي رين ونحن اليوم بالفارمفيل من بعد 5 سيشنز نحن اخذناهم عن الصحه النفسيه مع جمعيه انارا عم ننفذ يوث ليد انيشيتيف. انا الفريق اللي كنت فيه هو مؤلف من 15 شخص. نحن كنا حضرنا هودي السيشنز اللي دعمونا بالصحه النفسيه مثل ما شايفين ورا عم بيكون الامبلمنتيشن للانيشيتيف. حاليا نحن الانيشيتيف مسمينه جيلنا وهو رح تلي يعزز المشاركه ونفتح مجال للتواصل بين الاهل وولادهم. واكيد كلهم رح يتشاركوا سوا. وهسه حاليا عم يعملوا سكالبتشر اوف باتري سوا لحتى يعززوا المشاركه يتفاهموا ويقضوا شويه وقت مع بعض. ومشروع ناجح كثير صراحه والشكر كله للسيشنز اللي طلعوا واكيد لروح المشاركه بين الفريق ولدعم جمعيه انا سيزار بروجكتس لفريقنا. ثانك يو كثير.